رجعنا لحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، والركن المميز في برنامجنا ركن المطبخ. منورنا النهاردة الشيف وائل مجدي، شيف حلو حالق، برحب بيك يا شيف وائل. منورنا، وكالعادة احنا عارفين ان انت هتبهرنا بأكلاتك النهاردة. هنعمل ايه النهاردة؟ النهاردة هنعمل كوردن بلو، هنعمله اتنين سايد، تمام، وهنعمل النهاردة سوربيه الايس كريم. وايس كريم ده الحلو بتاعنا. هنعمل السوربيه، لان الايس كريم بينقسم لكذا قسم، في جيلاتي وفي الايس كريم وفي السوربيه. السوربيه سوربيه يعني فاكهه بتتعمل ايس كريم. تمام. لكن احنا دايما بنحب نعرف الجديد منك. احنا عارفين الجيلاتي اللي بناكله. هيبقى عندنا النهارده بتنجان، مخلل بتنجان بالدقه الخضراء والدقه الحمراء. تمام. طب ده طريقه جديده. كتير قوي. طريقه جديده. طب يلا نبدا. احنا نبدا بايه الاول؟ اول حاجه هنبدا بالرز بتاعنا، عشان طبعا احنا هنعمل رز مع الكوردون بلو. نيجي هنا بالحله بتاعتنا. طيب احنا عاملين غسلين الرز بتاعنا. مغسول يا فندم. طب قول لنا بقى كده مقادير. نتوكل على الله. هننزل بالزيت بتاعنا. يبقى اول حاجه هنعملها الرز. ايوه هننزل بالزيت. احنا غسلين الرز يا جماعه، مغسول اهو، وهنبتدي ان احنا ننزل بيه. تمام. احنا يعني طبيعه الرز العادي بتاعنا اللي احنا بنعمله، ولا فيها اختلاف؟ لا هو بس طبعا احنا ما بنعملوش ببصله. يعني احنا ما حطيناهوش. احنا مجرد هيطلع رز ابيض، ولا هيطلع رز ابيض وهننزل بيه بلون اهو، اللي هو الكاري. كاري، بس هننزل بيه بقى ايه وهو بيستوي، بعد ما يستوي ويتشرب. واخد بال حضرتك، نحط له التوابل بتاعته اللي هي المرقه والملح. تمام. هنبتدي ان احنا ايه نحط له اللون الاصفر ده. طبعا هنفضل نقلب فيه كده لحد ما ايه الميه تغلي. طيب ماشي. احنا كده يا جماعه الرز بدانا بالرز، حطينا الزيت والرز بتاعنا، احنا كنا غاسلينه كويس. احنا حطينا الرز قد ايه؟ حطينا الرز كوبايتين. كوبايتين رز. كوبايتين رز. تمام. طبعا ده هيبقى في سايد، في سايد معين، واخد بالك، من الكوردن بلو. يعني احنا هيبقى عندنا طبقين كوردن بلو، في طبق فيهم رز. تمام. ادي اهو احنا بنقلب فيه لحد ما هو. في ناس بتحب تاكله برز، وفي اللي بياكله بخضار سوتيه. هو في ماش بوتيتو، على حسب برضو الحاجه اللي ايه. طب لما يسخن معانا ممكن نعمل حاجه تاني. نعمل البتنجان. البتنجان ده انا بجيبه بغسله. تمام. وبقطع الورده بتاعته، وبقطعه بجنبين هنا، وبدي هنا قطعه هنا وقطعه هنا. تمام. بحيث ان هو يبقى شكله عامل كده. ماشي. يعني بجيب مثلا، ادي البتنجانيه اهي، بديها هنا قطعه وبديها هنا قطعه. تمام. بحيث ان انا هحط هنا الدقه الحمراء وهنا الدقه الخضراء. الاثنين في نفس البتنجانيه. في نفس البتنجانيه، فهيدي شكل حلو. انا مولع الزيت. تمام. هنزله يتقلي. احنا غاسلينه كويس ومقطعينه التقطيعه دي. اوكي. شبر معانا بس كده خمسه. يبقى احنا بنعمل دلوقتي يا جماعه الرز والبتنجان. ايه البتنجان؟ عشان يعني ايه الاكله مش هتبقى حلوه غير ما نحط كل المكملات بتاعتها، المخلل بالرز بكل حاجه. وطبعا الحلو ده ركن لوحده. احنا الرز المفروض ان احنا يعني لحد ما يعني يكون يحمر شويه، ولا ملوش علاقه؟ لا هو بس يسخن شويه، عشان طبعا لما ننزل عليه الميه بتاعته يبقى مستوي. حابب ننقل العين؟ لا لا الدنيا كويس. بنسخن الزيت بتاعنا عشان يسخن البتنجان، عشان كله في وقت واحد ان شاء الله. طيب لو حابب نعمل حاجه عقبال يعني بس الرز الثانيه بس عشان نتوشي نشرب يسخن شويه. الرز لحد دلوقتي ما عملناش اي حاجه، حطينا الزيت لسه. وكوبايتين الرز المغسولين، لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه، شويه تقليب كده لحد ما نبدا، لحد ما يسخن شويه معايا. وبعد كده هننزل بالميه. ايوه الميه بتاعتنا اهو. طبعا هنعمل حساب ان في لون في الاخر هيتحط، فطبعا الميه بتاعتي ما تزيدش عشان ما يعجنش. ازمه كل البنات. كوبايه ونص اهو الرز معجن. ايوه كوبايه ونص. هننزل بالمرقه بتاعتنا الجميله. تمام. وهننزل بسيكه ملح، عشان ما بقى الريحه بقى لما يجي يستوي بقى واللون هيبقى شكله جميل قوي. ادي اهو نقلب فيه. نزلنا بالميه يا جماعه كوبايه ونص بالظبط، عشان الشيف قال عشان ما يعجنش معانا. ونزلنا ولسه بالمرقه. في كمان عندي له كده الزيت غلي. هننزل بالبتنجان بتاعنا. والسؤال بقى اللي هيجي بعد البتنجان على طول ما ينزل في الزيت، ازاي البتنجان ما يشربش الزيت؟ احنا بنحط له نشا، بقلبه في نشا.
عشان ما يشربش زيت. طبعا المسام بتاعته بتقفل زي ما شايفه كده، واخده بالك، فما بيشربش زيت خالص. هي دي نقطه مهمه جدا، لانه اغلب الناس بتسال دايما البتنجان بيطلع شارب زيت كتير نعمل ايه؟ وطبعا كميه كوميكس على الفيسبوك بالسؤال ده، هو خلاص اجابته هنحط نشا، والموضوع هنلاقي الموضوع اهدى كتير ان احنا نلاقيه شارب زيت. هنعمل ايه تاني؟ احنا شربنا خلاص الرز وغطيناه، احنا وطينا عليه بقى ولا لسه ما يغلي؟ لسه يتشرب. يتشرب. طيب هنبدا نخش بقى على الطبق الرئيسي بتاعي. نركز بقى عشان الموضوع ايه؟ اغلبيه الاطفال بيحبوا امتحان يا جماعه الكوردون بلو جدا جدا، يعني بيحبوه جدا، بس طبعا ما بيطلعش مظبوط زي بره. ما هو فيه، هقول لحضرتك على في تكات معينه، يعني اللي بره ده ممكن يبقى كوردون تشيكن رول، فبيتحشي ما بتحشيش تركي ولا بتحشي شيدر، تمام، فممكن يحشوه بيفي او يحشوه مثلا شيدر عادي او يحشوه باسترما، فطبعا بيتغير معاه، بيتغير طبعا. احنا دلوقتي هنعمل الطريقه الاصليه بتاعت الكوردون بلو، تمام. ركزوا يا جماعه الشيف فوال دول، نركز مع عشان في امتحان دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا ورقه فويل كبيره، بنقطعها التقطيع ده كده، بنجيب ادي البانيه معانا مغسول طبعا ومعمول من الزفاره بتاعته بليمون وخل ودقيق، بنجيب القطعه كده بنحطها هنا، تمام. حلو الكلام. كمان على الشاشه اهو عشان نجهز حاجتنا، يعني بنيجي ندي سنه فلفل اسمر اهي عليها من فوق، وندي ملح، كله يركز في التركه دي عشان هو ما بيتبلش. واحده واحده كده اهو، ادي واحده، نيجي بالثانيه اهي، هنسقطها عليها هنا اهو كده، وندي هنا فين فلفل اسود وملح اسود، وادي الملح بتاعي، ناخد الثالثه ايه ده فعلا اهو وندي فلفل اسمر وندي ملح، الرابعه نفس القصه. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنتبله صح؟ احنا بنتبله التتبيل يعني بتاعه اللي المفروض يتعمل فيه، طبعا عايز تحط زعتر حطي، مش عاوز انت حره، لكن هو طبعا عشان نسيجه جبن فممكن ما تحطلوش عادي زعتر لو حابب، يبقى ملح ملح عادي وفلفل اسمر. طبعا انا لو قلبت ده كده اهو هقلبه كده، وادي سنه فلفل اسمر هنا، اول ما برفع اول واحده تبلت اهي، الثانيه تبلت، تمام. فاحنا هنعتبر ان هم ايه كلهم يتبلوا، ماشي. وادي البتنجان بتاعي يعتبر ما خدش كده خلاص كده، ما ياخدش وقت خالص، يعني نركز عشان ما يسودش. وده اتشرب، هنحطه هنا بس كده ايه، نتعامل مع حاله وكده، احنا كده ايه تمام. يلا نتوكل على الله نبتدي. دي شغاله؟ ايه ده، دي لا، هي دي اللي شغاله. دي شغاله. طيب تمام، هنبتدي احنا كل ده لسه بنسخن، يلا بينا. ايوه يعني الرز اللي عملناه والبتنجان اللي نزلناه في الزيت لسه ما عملناش اي يلا حاجه. يلا نبتدي نتوكل على الله. هوبا هننزل باول واحده اهي، اهي ادي عندي اهو تركي، لانشون تركي اهي. هو الحشو على حسب ما يكون عندنا ولا لازم حاجه لا معينة. دي الاصليه، ماشي دي الاصليه، خلينا في الحاجه الايه، معلش هننزل نجيب النهارده حاجات، احنا بندور دايما على الحاجات الاقتصاديه، بس ولادنا بيحبوا قوي قوي الكوردن بلو، ادي الكوردن بلو، فنعمله نعمله في البيت بالطريقه الاصليه اهي. حطينا تركي وشيدر، شيدر وتركي هنبتدي بقى نلف كده اهو. طبعا في ناس كتير بتروح جايبه الخله، لسه لا احنا مش هنعمل الموضوع ده، احنا هنعمل حاجه جديده بقى. كله اتعلم بقى، دي اهي فويل، وهننزل بقى ايه بحته الرول اهو، تمام اهو، وهنفضل بقى ايه نلف 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 كده، ونيجي هنا نعمل بونبونايه وهنا بونبونايه. بص بقى الجمال اهو اهو، ايه بقى احنا عشان وعندي ميه سخنه اهي، ده احنا لسه هنعمل حاجه تاني، هننزل ميه سخنه عشان نغليها، تمام اهو. احنا كده بنبتدي ايه كده بقى، لما نيجي نطلعها هتبقى مستويه، متماسكه ومستويه، هنقلي بس ده اهم حاجه عندي تبقى مستويه. شفت بقى التركايه، الفنجان بتاعي خلص، هنوطي كده اهو يصفي مع حاله، هنرجع نعمل تاني، نخش اللي بعده على السريع كده عشان احنا عندنا سوربيل الايس كريم. الايس كريم يلا هنحط ايه، يلا واحده الشيدر والمدخن، والمدخن الشيف هيجي يمتحني، واللفه الجريئه بتاعتنا، ونعمل البونبونات بقى هنا النزله بتاعتها القفله هنحطها من تحت كده اهو عشان نمسك بيها الفويل. بس انا محتاج ورقه صغيره بس عشان الورقه دي كبيره، ممكن تاخد واحده كبيره اهي عشان يبقى توفير بقى، احنا بنوفر اقتصادي. جبنا حاجات قد كده من بره بس جت على الفويل، معلش يا جماعه اهي.
بونبوناي. تمام. اهي واجي بصباعي ده كده واضغط هنا اهو. وننزل بيها في المايه المغليه. اه اهم حاجه الضغطه دي. عشان انا بقفل بيها. تمسك معايا. ادي صبعي بروح مدخله هنا وصبعي مدخله هنا واروح قافل وضاغط. تمام. بقت عامله زي البونبوناي. يلا بينا. اهو. اللي بعده. هنعملهم كلهم صح؟ اه على طول في منت اللي منت. اهو. اهي دي كده. هننزل اهو بالشيدر. والمدخن بتاعنا. وننزل بالمدخن بتاعنا الجميل. هو المفروض ان البانيه بنجيبه ونقعد نعمل عليه ندقه كده ده لازم الحركه دي؟ لا الحركه دي انا بعملها عشان يعني انا بغسلها واخده بالك بالخل والليمون بيبقى فيها انسجه بتطلع لفوق فانا بطبطبها يعني. اي انا قصدي البوفتيك والحاجات دي. عادي. عادي برضه؟ مفيش اي مشكله. ماشي. لفه البونبونيه يا جماعه. اهو وصباعين الاثنين. ونتك كده بالصباعين. ايوه. وننزل بيها في المايه. حلو الكلام. نخش على الاخيره. هو ده الجديد بقى يا فكره ان احنا طول الوقت بنعمل الكوردن بلو ان احنا بنلفه ونحط خله السنان وننزل على طول بال ان احنا نقليه بالتتبيله بتاعت القليه بقى البقسماط والدي والكلام ده ونقليه على طول. ستيكس فيها خله. لا احنا مش هنعمل خله احنا كده ايه هنسويه وفي نفس كده يستوي وبعد كده نحط التتبيله بتاعته يبقى الموضوع يبقى سريع. خلاص خلصنا بقى احنا كده خلصنا. انت ممكن بقى تعملي الموضوع ده وتدخليه فريز ونشيل وقت ما احنا وتشيليه اول ما تيجي تعوزي بقى في اي وقت تعملي الاطفال. الله بقى. يبقى احنا كده خلصنا اخر واحده عشان نخش على اللي بعده. طب بس انا بركز معاكم كده في الحاجات الاقتصاديه. طول الوقت في بيتنا بيبقى فيه بانيه. فالبانيه ممكن نعمله بطريقه مختلفه ونشيله اللي هي ايه الطريقه المختلفه. الكوردون بلو ولادنا بيحبوه جدا. فينش اهو حطينا كل الفراخ اللي معانا وتبناها ولفيناها بالشيدر والمدخن وحطيناها في المايه المغليه. طبعا نخش على اللي بعده. لفه البونبونيه اهم حاجه. لفه البونبونيه هنعمل الدقه بتاعت الايه دي التوابل بتاعت دقه البتنجان. تمام. ده توم. عصير ليمون. خل. حلو الكلام لحد كده؟ ماشي. دي الدقة بتاعت البتنجان. وكمون وملح. وادي الفلفلة الخضراء بتاعتي الجميلة عشان تبقى الدقة بتاعتي الخضراء. نعيد تاني؟ تاني. نعيد تاني. توم وخل وليمون. وخل وليمون. دايما الليمون ابن عمه على طول الخل. خل خلاص مش هستغنى عنهم هما الاثنين. ماشي. التوم روحوا مع البصل. الله يبارك حضرتك عشان بس ايه نبقى ايه عشان بس ناخد كورس يا جماعه. احنا بناخد كورس دلوقتي اهو. ضربناهم مع بعض بقى بالفلفل الاخضر. ليمون وخل فلفل وكزبره وكمون وملح وتوم. ادي دي الدقه الاولانيه خلصانه. طيب دي الدقة الخضراء بتاعة البتنجان. حطينا توم. ايوه. وفلفل اخضر اهي على الشاشة. ايوه. اللي هي الفلفل الاخضر وتوم وليمون وخل وكمون وكزبرة وملح. ايوه. شاطرة قريت بسرعة جدا. الله ينور. انا مش فاكرة قريت. نخش على الدقة التانية. دي الدقة اللي هي اللي بالفلفل الاخضر. أيوة او الخضراء. خلصانة اهي. ماشي هنعمل بقى الدقة التانية بقى. بالفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر. هنقول خل. خل وملح وليمون. معلش. وليمون. وتوم. وتوم. والفلفل بتاعنا الجميل. فلفل الأحمر. احمر بقى عشان يدي لون تاني. ايوه. هنحط له كمون وكزبره وملح. هحط له مثلا ايه سيكي الطماطم كده صغيره عشان اللون الاحمر يبقى معايا كويس. اللحمر. كمون كزبره ملح. تمام. حلو الكلام. حلو. نخش على اللي بعده. هنضرب ده كده وهنبتدي الدقه اللي هتدينا اللون الاحمر. اللون الاحمر. نقول فينش. تمام احنا كده تقريبا البتنجان خلص صح؟ البتنجان يعتبر بتاعي خلص. هجيبه يعني واطلعه. احنا عملنا كل الدقه بتاعته. ايوه اوريدي قليناه. الله عليك بقى الجرنشه. هنيجي كده عشان نخلص بتنجاننا الجميل. هنبدا بقى نفتح كده الحتت اللي احنا فتحناها ونحط واحده اسمها ايه دقه خضراء وواحده دقه لونها احمر بالفلفل الاحمر. الله علينا. تعالى هنا وتعالى هنا. تمام. مفيش اسرع من كده يا جماعه. نتكلم في السرعه كمان ان احنا هنعمل كذا صنف سريعا جدا. ادي الدقه الخضراء. يعني من ناحيتين كمان. وادي الدقه الحمراء. شفتوا بقى يعني ال وهنبتدي الكرياتيفيتي يا جماعه. نرص. مش لون واحد بس في البتنجان. ادي الخضراء وادي الحمراء.
اهو. خلينا ندخل الحاجه لجوه كده شويه على طول زي ما انت، بس ممكن ندخلهم لجوه شويه. خضرة هنلخبطه بقى يا جماعه. احنا لحد دلوقتي حطينا الكوردون بلو في الحله لسه. بعد ما لفيناه لفه البونبونيه وسايبينه يغلي، هنعرف منين بقى ان هو استوى؟ ربع ساعه بالتوقيت بالظبط. ماشي، اصل احنا مش هينفع نفتح ونقفل والموضوع هيبوظ مننا. ادي الباذنجان بتاعنا الجميل. نحسب بقى يا جماعه ربع ساعه من دلوقتي او من شويه يعني بعد ما حطيناه في الميه ونطلع الكوردون بلو بتاعنا. ادي الدقه بتاعتي الجميله اهو. يعني الاكله لازم يبقى فيها كل حاجه. احنا بناكل الوقت قبل ما ايه؟ قبل ما ياكلنا. المخللات احنا بناكل الوقت. الشيف وائل حفظت خلاص. شايف جدا جدا الوقت. بس انا واثقه فيك ان انا باكل الوقت قبل ما ايه؟ الوقت ياكلني. لحد ما وقتنا يخلص هنكون مخلصين ان شاء الله كل الاكلات. اهو. لا الموضوع هيبقى حلو ان شاء الله. ان شاء الله، احنا لسه معانا وقت واحنا الرز بتاعنا بيستوي وحطينا كمان الكوردون بلو بيستوي يعني. ادي الباذنجان الدقه الحمراء والخضراء ويفتح النفس. عاوز شويه كبده بالرده معاهم وخلاص على كده. ويا جماعه احنا داخلين على صيام الرسل طبعا. كل سنه وانتم طيبين، اعملوا الباذنجان بالطريقه دي. طبعا احنا هيكون معانا اكلات صيامي طول فتره صيام الرسل وابداعات بقى جديده. بيغلي كده. طب احنا الرز هنقلبه ولا احنا زي ما احنا؟ دلوقتي لسه فاضله شويه صغير. ماشي. هو الشيف وائل مركز في التوقيت جدا، فعايزين ايه؟ لو خلاص كده. ايوه بس ثواني عشان ايه نظبط الكلام. لازم نعملهم كلهم؟ طبعا. لازم. اساسي. وادي الحمراء. يبقى جزء احمر دقة لونها احمر بالفلفل الاحمر والطماطم، ودقة لونها اخضر بالفلفل الرومي الاخضر. هو احنا ممكن نعمل بالفلفل، نحط فلفل اللي هو الحراق. ايوه الحرية شخصية طبعا. لو احنا عايزين حاجة سبايسي نحطها في الدقة بتاعت الفلفل الاخضر فهتطلع معانا سبايسي قوي. اخر اتنين يبقى خلصنا اول طبق. انا حاسه ان الباذنجان خد اكتر من وقت. لا لا لا. طب يلا خلاص كده، ده خلص. خلصنا كده يا جماعه الباذنجان خلص، وده المخلل بتاعنا. ايوه يعني المخلل جزء لا يتجزا من الاكله، لازم يكون في مخلل مع الاكله عشان نفسنا تتفتح بزياده. فاحنا عاملين النهارده بقى المخللات يعني شهيه جدا، باذنجان بالدقه الحمراء والخضراء. ادي طماطم شيري اهو، والطماطم الشيري كمان للتزويق، وده اول طبق معانا. عايزين نبدا نخلص نخلص اللي حواليه عشان يبان. الرز بتاعنا اتشرب اهو، هقلبه تقليبه. انت متاكد ان دي مفتوحه؟ اهو بيتقلب. هنعمل الحركه اللي قلنا عليها. هذا الرز بتاعنا، هنيجي هنا بشويه ميه سخنه، هنزود ميه على اللون الاصفر اهو عشان يدينا بقى ايه لون الاصفر بتاع الرز. هيدينا، لا هيدينا لون ولون، احنا كده بنلون. ده الكاري. ده كركم. كركم. هنيجي هنا من فوق وهندي ايه؟ بس. ماشي. وهنبتدي كده ايه؟ نقفل على الرز بتاعنا لحد ما ايه؟ يقول. ماشي. كده خلاص هنخش بقى على، يبقى احنا كده الباذنجان بتاعنا خلص والرز حطينا فيه زياده يا جماعه عشان احنا كنا ماشيين كده خطوه خطوه. حطينا الكركم. كركم صح؟ وعملناه كده بشويه ميه ونزلنا على الرز عشان يديله اللون الاصفر. هنعمل ايه تاني؟ هنخش على نعمل الحلو ولا لا؟ لا هنخش على الكردون بلو، يعتبر خلاص كده فيش. طب يلا عشان احنا 13 دقيقه. انا بكهربك. انا بكهرب. اشمعنى انا اتكهرب لوحدي؟ انا اتكهربت. طيب احنا المفروض ان احنا نزلنا او هنفضي الميه بتاعه الكوردن بلو، والمفروض ان هو تقريبا كده خد الربع ساعه بتاعته. هنبدا بقى التتبيله بتاعته والقليه، صح كده؟ ايوه. يا رب نلحق ان شاء الله. هنلحق. بصوا بقى يا جماعه، ناكل باذنجان بس. خلي دي هنا، هنعمل حركه سريعه كده عشان نخلص. اوبا. عندي هنا دي، وعندي بقسماط، وعندي بيض. دي التتبيله بتاعت الكوردون بلو يا جماعه. لا دي هنحط فلفل اسمر على البيض اهو، وسنه ملح صغيره، وهنبتدي ان احنا نقلب
كله مع بعض كده اهو. اهو ماشي فك كده استوى معايا. استوى وماسك في نفسه بطريقه. هننزل فيه بالدقيق اهو. تمام هننزل فيه بالبيض اهو. دقيق بيض اللي حطينا عليه فلفل بقسماط. البقسماط انا اولع على ده عشان نخلص. ننزل بيه هنا اهو اهو اهو. هيمسك فيه كده ولا هننزل بيه مره ثانيه؟ لا 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 خلاص ماسك وزي الفل اهو. تمام انا هدي بس ايه تسخينه من الزيت فيه من فوق وخلاص مش اكتر من كده. ماشي ادي واحد خش على بعضه يلا عشان الوقت. مفيش اسرع من كده مفيش اسرع من كده عشان نلحق الحلو بتاعنا النهارده. الايس كريم مميز جدا حاجه كتير مننا ما يعرفهاش. كان نفسي اسرق الوقت قبل ما يسرقني بس هو خلاص كده. لا لسه معانا وقت ما تقلقش. طيب حطينا بنفتح كده واحده واحده. هي خلاص يا جماعه تقريبا استوت. احنا مجرد ان احنا بنحطها في الدقيق بعد كده البيض بعد كده البقسماط بتاعنا. ايوه وبتمسك خلاص اهي خلاص مسكت مع البيض خلاص كل سنه طيبه كده. فكره السلق دي انا اعتقد ان هي فكره ناجحه 100%. الواحده كل واحده ماسكه نفسها مش اللي هي الستيك دي اللي دايما الضغطه بتاعتي فيها. بقى هنا الضغطه بتاعتي قفلت هنا وقفلت هنا من غير الضغطه دي هيفضل مفتوح. هي بتاعت البونبونيه دي أيوة. واحنا بنضغط بتاعت البونبونيه حطينا الدقيق وبعد كده البيض وهنرجع على البقسماط. انا على طول اول ما هنزله هخلص واشيل كل دوا وهنبتدي نتوكل على الله. احنا كده بقينا الايس كريم صح؟ على طول هنلحق ان شاء الله انا متفائل. ماشي احنا ننزل طيب اللي اتعملوا دول والزيت سخن ولا لسه؟ لا لازم يتعملوا كلهم مع بعض. لازم مع بعض؟ فاضل اتنين بس. واحنا المفروض يعني مش هياخدوا وقت في ال لا 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 مش هياخدوا هما بس مجرد ياخدوا لون بس كده. ايوه يعني احنا اوريدي يا جماعه مستويين على البتاع. اللي احنا ساعات كتير لما بنعمله في البيت وهو يكون ني في ني دي بيتحرق وما بيكونش مستوي من جوه. احنا بنبقى معليين البوتاجاز كده مش مغطيينه فالموضوع اللي هو بيطلع معانا مش مستوي لونه احمر بس مش مستوي. انما الفكره دي فكره رائعه بصراحه. 10 دقايق على طول كل ما يقولوا لي هقول لك. ماشي هننزل بيهم كده خلاص. ودي اخر واحده ايه هنخش على الايس كريم بعد ده على طول كده. احنا كده يعتبر خلصنا. ماشي والرز خلص بتاعنا محضرين كل حاجه. هنخش على الايس كريم عشان ننجز وقت. بس الايس كريم بتاعنا النهارده مختلف زي ما قلنا كده هنعمل حاجه. عاوز اتكلم على موضوع الايس كريم. يا ريت. الايس كريم حلقاته كتيره جدا لان انواع كتير قوي. في فرق بين السوربيه، في فرق بين الايس كريم، في فرق بين الجيلاتي، واخده بالك؟ فكل حاجه بتتعمل بحاجه. في حاجات بتتعمل النهارده هنعمل اللي هو السوربيه. هنعمل السوربيه بالفاكهه. سوربيه بالفاكهه. في حاجات تانية بتتعمل بالميه والجيلاتين. في حاجات تاني بتتعمل بالكريمه اللباني. طب سهل ان احنا نعمله في البيت الموضوع ولا؟ طبعا هو يعني احنا هنعمل الثلاث انواع دول. لو الناس حابه ممكن تكلمكم على الصفحه نعمل بقيه الانواع. تمام احنا طبعا زي ما بقول لكم كل مره ان احنا بنستنى اي اسئله او رسائل بتجينا على صفحه البرنامج على الفيسبوك هي ومي. عايزين اي اكلات جديده، عايزين اطعم جديده، نعمل ايه مش عارفين، أكلة نفسكم تعملوها مش عارفين مقدرها كويس، كل حاجة نفسكم فيها ابعتوها وهيتجاوب عليها ويتواصل بشكل سريع جدا. احنا هنبدأ بقى في الآيس كريم بتاعنا. احنا خلاص خلصنا الكوردون بلو خلاص بيتقلي والرز بتاعنا خلاص بيستوي والمخلل بتاعنا جاهز ناقص الحلو. أنت بتقول هنعمل ثلاث أنواع صح؟ هنلحق؟ هنلحق على طول بس خمس دقايق. طب يلا بينا. هنبدأ بقى في المقادير الخاصة بالحلو بتاعنا النهاردة الآيس كريم السوربيه. سوربيه؟ قلت صح يعني الحمد لله. غير بس جوانتي. والكوردون بلو مش هنأخر عليه عشان هو المفروض زي ما قلت لكم يا جماعة هو مستوي اوريدي. احنا سالقينه. طبعا مجهزين آيس كريم معانا بس هنوريكم ونقول المقادير بشكل كويس جدا أو عملناه ازاي. واو. ده السوربيه اللي احنا هنعمله. اقول لحضرتك ازاي. طب يلا بينا هنتوكل على الله نعمل فيه حاجه. شوف هيقولوا لنا دلوقتي باقي قد ايه ويكهربونا معاه. احنا هنا عندنا كريم شانتيه. تمام
حلو الكلام. مقادير يا جماعة بتاعت الآيس كريم. آه ده كريم شانتيه بتاعنا، هنضربه على نص كوباية مية. 9 دقايق. لا ممكن ناخد من المية بتاعت الكاتل؟ آه ما أنا هعمل كده. أو لو في إزازة. آه. طيب احنا حطينا كريم شانتيه وبعدين ميه وهنضربهم. وهنضربهم كده يا جماعه بالمضرب. المقادير كتيره ولا ايه؟ بس خلينا نقول للناس مقاديرها كده. لو لازم ندوب خالص الكريم شانتيه في الميه. ايوه ما يكونش فيه تكتلات خالص. لا لا ما فيش. ده يعتبر كده خلص خلاص. اه يلا نطلعه. احنا دقايق بسيطه جدا. اه طيب احنا كده عندنا حاجه اسمها لبن مكثف. اه الفراوله دي بتتضرب بحاجه اسمها جيلي فراوله في الخلاط. هي الايس كريم دي مقادير ايه بالظبط؟ دي فراوله. فراوله دي اول حاجه بنحط لها جيلي. ماشي. وبنضربها. هناخد منها كريم شانتيه عليها من فوق. الفراوله الطبيعي ده. آه. على الهواء معانا ده كريم شانتيه. ماشي. اللبن المكثف بنعمله ازاي؟ سكر بودره. أوه. لبن بودره زبده. ماشي حلو الكلام. المفروض ده كله يبقى ينزل هنا. يعني انا دلوقتي هعمل كده اهو، ادي الزبده والسكر البودر واللبن البودر، ده اسمه لبن مكثف. لا اما هعمله على النار، اسيبه ساعه على النار لحد ما يخرز معايا. وايه واحنا عارفين ان هو بيتباع برده في الماركت يعني احنا. ايوه بص كده بيبتدي يفوم معايا اهو. ومية مية. انا دلوقتي هنزل اخد دقيقة. اخد منه شويه اهو صغيره. وهبتدي ان انا اقلبهم عليه اهو. حطينا الفراوله. اه حطينا الفراوله والشيري، الكريم شانتيه. أيوة. واللبن المكثف اللي احنا عملناه دلوقتي. ايوه وهيبتدي. انا كده يعتبر ايس كريم فراوله خلص وينتلجه ويتلج ويبقى كده بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وبالشكل اللي احنا شايفينه. اه الكنتالوب، ادي الكنتالوب اهو بينزل. اه اهو انا هضرب ده وبعد كده يعتبر الفراوله زيه عشان ايه نكسب وقت اهو. الاطعم بقى اللي عندنا يا جماعه والفاكهه. اي اطعم حضرتك عاوزها. دلوقتي فراوله وحطينا كنتالوب اهو. شوربين كنتالوب احنا. ايوه بس حطينا اللبن المكثف. اه اللبن المكثف هنفضل نضرب فيه لحد ما يفوم، وبعد ما يفوم هيديني الشكل الايه النهائي اللي موجود في العلب دي. اه خلاص كده ده الشكل بتاع دي طريقه الايس كريم. طريقة يا جماعه الشوربين. ايوه دي الشوربين اهو. طب احنا دلوقتي عايزين نعبي الحاجه اللي موجوده دي عشان نكسب وقت. اه يلا بينا. بسمك يا رب. احنا الكوردون بلو خلص صح؟ ده خلص كوردون بلو. هناخد منه قطعتين كده اهو. ده عاملين سايد اللي هو البطاطس. اه دي عندي جبنه شيدر. واو هنحطه كده. انا كل ده فاكراها مانجا. شيدر. بصوا يا جماعه طماطم شيري. وادي طماطم شيري. ادي اول طبق معانا. لا مش اول طبق يعني اول سايد من الكوردون بلو ان احنا هنعمله بكذا طريقه. انا أيوة. احنا عاملينه دلوقتي بالبطاطس وهنقدمه برده بطريقه تانية. الطبق التاني على طول عشان نخلص. بقى الرز. الرز خلص بتاعي اكيد استوى. اه ومية مية. هنعمل كده بقى. عندي حبايه وحبايه. حبايه بيضه. اه وحبايه صفرة. هو ده المطلوب صح؟ اهو. اه الله شكله حلو قوي. هنيجي هنا بالطبق بتاعي الجميل. جاهزينه برضو يا جماعه. نعبي البوله دي كده اهو اهو اهو. شكل الاطباق يا مركزوا على شكل الاطباق والجرنشه بتاعه الخيار والطماطم اهو. وهننزل في الحته الفاضيه دي اهو. تمام نزلنا في الحته الفاضيه دي. عملت معانا مربع. حط عليها دي بطاطس بوريه. هننزل بيها كده اهو اهو.
أربع دقايق بس ثواني بقى. أهو. لازم ننهي الموضوع يعني ونختمه بطريقة أهو يعني تليق باللي إحنا عاملينه والشيف وائل عمله. أهو أهو. هنيجي هنا أهو تاني. بطاطس يا جماعة دي. أهو هننزل بالطماطم بتاعتنا الجميلة. إحنا قافلين الزيت. اه لا لا قفل قفل ماشي اهو الطبق بتاعي كده هنزل بالكوردن بلو بتاعي ده. ايوه لا 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 يا جماعه الاكل خطير يعني ولادنا اللي طول الوقت عايزين ياكلوا من بره والاكلات اللي هو عشان سخن طبعا فمش متماسك بيفرول اه بيفرول معاك اه هننزل هنا اهو كده اهو اهو والايس كريم بتاعنا اللي احنا عاملينه هنعمله حالا دلوقتي اهو فاضل له خمس دقايق هنعبيه في الكاسات خمس دقايق الوقت كله كان ثلاث دقايق من شويه اهو ماشي هنجيب الاثنين دول كمان برضو ثلاث دقايق اه ادي واحد اثنين يلا بينا عايزين بس اخر حاجه نعملها عشان ما نبوظش الشكل النهائي نجيب ده كده ونعمل اه البطاطس لا يا جماعه الاكل شكله وريحته يجننوا اهو الناس اللي هي نفسها بتكون ساعات كده مش نفسها رايحة للأكل شكل الطبق مبهج جدا أوه. خليكي لو مش جعانة ومش قادرة لا هتاكلي يلا بينا اهو الوقت مش في صالحنا اهو اسمع مني اهو لسه في آيس كريم اهو 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 ماشي يلا ده السايد بتاعي او الطبق التاني بتاع الكوردن بلو عملناه بشكل مختلف خالص عملناه بالرز والرز عملنا له لون يعني ابيض وحطينا كركم فعملنا له لونين مصفر على لون ابيض وطبعا قطعنا الكوردن بلو كده بطريقه معينه زي ما انتم شفتوا وحطينا البطاطس بالطريقه دي والايس كريم بقى اللي احنا كنا مجهزينه احنا خلاص عرفنا الطريقه بتاعته بس طبعا عشان وقتنا دقيقة هنلحق اقل من دقيقة ان شاء الله هو لازم اكهربك زي ما بيكهربني انت كهربتيني انا بحاول على قد ما اقدر ان الوقت ما عديش عليا وبرضه مفيش ايه اللي هنعمله طيب يلا المعلقة اهي هنزل بالمية السخنة اه هنحطه طب يا جماعة في الكاسات معلش ايوه معلش نكمل الليلة اهو واحد طبعا احنا في البيت ما عندناش كل البتاع المعلقة دي في بالمعلقة عادي عشان بس هو كان متلج من الفريزر يعني ايس كريم احلى شكله احلى فعلا من اللي بناكله بره ايوه على طول في منت الا منت وهنخلص معلش احنا استحملونا يا جماعه ادي كده خلص اول كاس كفايه كفايه حرام على حاجه لازم تقع اهي السرعه يا جماعه مش في صالحنا على مهلك ممكن 10 دول مش هينفع خالص نعمل هنعمل واحد تاني سريعا على مهلك يعني بس خمس دقايق لا بلاش نقول لهم خمس دقايق دي طب دقيقتين بتعصبهم دقيقتين ممكن طيب يعني استعرض دلوقتي طيب ممكن نشيل حوالين الاطباق ايوه واحد بس يا شيف وائل كفايه حاضر ثواني عشان ما يقطعوش علينا اهو اهو هيقطعوا علينا اسمك رب عملنا يا جماعه النهارده كوردون بلو وحطيناه بسايدز مختلفه او باشكال مختلفه مع البطاطس ومع الرز والبتنجان المخلل والايس كريم الحلو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اللي هو احلى شكله احلى حقيقي من اللي بناكله بره انا بشكرك يا شيف وائل نورتنا الله يخليك حاول كده تشيلي حوالين الاكل عشان نبين الجمال ده الكاميرا تعرف تستعرض نورتنا عقبال كل مره والاكلات الروعه اللي دايما بتقدمها لنا انا بشكرك جدا شيف وائل نورتنا شكرا ليك بشكركم كمان مشاهدينا اشوفكم يوم الاثنين الجاي وحلقه جديده وهي ومي وهنتظر رسائلكم على صفحه هي ومي على الفيسبوك اي اسئله اي اكلات اي موضوعات حابين نتكلم فيها هنجاوب عليكم على طول بشكركم والى ان نلتقي We'll be right back.
هي ومين هي ومين لو وقتك اللي بتستنين هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين أكلت شهية مية في المية أصناف جديدة هي ومين خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى ما هو علشانك هي ومين وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك هي ومين أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس هي ومين هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستنيه هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين